السلام عليكم. الحقيقة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس الإدارة الموقر، حضور الكريم، برحب طبعا باسم النادي الأهلي في وجودنا بمعالي الزملاء، معالي الوزير سيد القصير وزير الزراعة وإصلاح الأراضي، معالي الزميل الوزير المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، وايضا معالي الوزراء اللي سبقوني واحنا بنكمل المهام بعدهم، معالي الوزير طاهر ابو زيد، معالي الوزير العمري فاروق. حضور الكريم، ايضا برحب بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق. هبدأ الشكر طبعا والعمل الجليل اللي بنشترك فيه مع الهيئة الهندسية سيادة اللواء أحمد العزازي، ومن خلال الهيئة الهندسية كل الشكر والتقدير لسيادة اللواء أركان حرب وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية. الحقيقة فبراير 2020 كنا موجودين هنا وكان يعني مش عارفين نوصل ازاي، رمل والاماكن بعيده، وكنا بنسال كابتن الخطيب طب يعني الاتجاه ازاي، طب الوقت، ويعني في الفتره دي ايضا سياده اللواء اركان حرب قابل فار رئيس الهيئه الهندسيه ومجلس الاداره الموقر، وكنا بنحط وبنضع حجر الاساس، وده كان امتداد الحيل اكتر من مجال تنموي وانشائي حضرناه مع النادي الاهلي. بعد ما يقرب من 3 سنوات من العمل المضني والانجاز الكبير، الحقيقه النهارده انا على المستوى الشخصي فوجئت بهذا الشكل والمضمون والتركيبه اللي فيها هذا الانجاز العظيم. كمان كل منشأ بيضاف الى خريطه مصر الرياضيه، ده يعني دعم كبير جدا لتطوير الرياضة المصرية على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، اللي دايما بنقول لكل العالم حقيقي المجاور القريب البعيد، مصر في مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة بتتطور بشكل مختلف في كل القطاعات في كل المجالات، ومنها المجال الشباب والرياضي. وزارة الشباب والرياضة أكيد بتمثل هذا القطاع بالدعم الكبير اللي دايما بيعطيه وبيدعم بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجال الشبابي والمجال الرياضي. أنا ببارك لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء نادي الأهلي بهذا الصرح التنموي الكبير اللي من خلاله لقينا تنمية، لأن ما كانش فيه الحقيقة أي منشآت موجودة خالص لما جينا، انما المنشآت الرياضيه دايما بتدي شكل تنميه الاماكن والتنميه الحضريه. نادي الاهلي بيشكل يعني شيء مهم جدا للرياضه المصريه في تطويرها. عدد الاعضاء الاسره المصريه اللي موجوده الحقيقه، الممارسين لكل الالعاب، اكيد ده مدد كبير جدا لقاعده الممارسه والمنتخبات. احنا بنولي جهد كبير جدا في المجالين، المجال الشبابي والرياضي. يمكن على المستوى الشبابي وزارة الشباب والرياضة اكتر من 5000 برنامج فيها 131 مليون مشاركة شبابية في الانشطة الشبابية المختلفة باستثمارات تخطت 30 مليار جنيه في استثمارات دعم لتطوير المنشآت الرياضية في كل المجالات وكل المستويات. الحقيقة عدد الميداليات وعدد البطولات وعدد الاستضافات الرياضية شيء مهم جدا، سيما الألعاب الفردية. الحقيقة اهتمامنا بالأندية الشعبية اهتمام كبير جدا، بصفة خاصة الأندية الشعبية كمان اللي بتمثل محافظاتها. النادي الإسماعيلي اللي بيمثل محافظة زي محافظة الإسماعيلية، النادي المصري اللي بيمثل محافظة بورسعيد، نادي الاتحاد اللي بيمثل محافظة اسكندرية، وعندنا قطبي الكرة المصرية اللي يستمروا القوة الناعمة، النادي الاهلي ونادي الزمالك. احنا اكيد ما بندعمش كرة القدم، لكن دعم الخدمات، دعم يعني المنشآت، اكيد هندرس
ونشوف ايه اللي ممكن ان احنا ندعمه في الفترة القادمة. اكيد هنتعاون يا كابتن محمود وندعم ان شاء الله رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.